ليتس جو. اللعبه اللي كنا مستنينها كلياتنا الكول اوف ديوتي وور زون باتل رويال اللي رح تنزل ان شاء الله يوم الثلاثاء ب10/3/2020. فشوف هذا المقطع كله الاخر مشان تعرف شو هي هاي اللعبه قبل ما تنزلها وقبل ما تفكر اصلا تنزلها، انه كتير مساحتها عاليه وبدها امكانيات عاليه. فانت اذا اول مره عندك تشاهد الفيديو على القناه يا ريت تشترك، فعل زر الجرس، حط لايك للفيديو واكتب كومنت حلو ليوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس، بتكون دعمتني كتير هيك. فيلا مشاهده ممتعه ومع بعض. اول شيء كول اوف ديوتي، مين منا ما بيعرف كول اوف ديوتي؟ اشهر لعبه واشهر سلسله العاب نزلت شوتر بالعالم بالنسبه الي، لعبه خرافيه جدا وحلوه كتير. اليوم تاريخ 9/3 نزلوا تريلر او الاعلان الخاص بالباتل رويال اللي هي الوور زون اللي رح تنزل مجانا، الخاص بلعبه مودرن وورفير، انه رح تنزل هي يوم 10 اللي هو ثاني يوم، يوم 10/3 رح تنزل ان شاء الله بتوقيت مصر او السعوديه على الساعه 5 العصر تقريبا. بس لانه مثل ما شايفين امامكم بالصوره بالمعلومات تبعت الوقت، ما في اي وقت مذكور عربي او شيء، مذكور كل الدول الا دوله افريقيا، يعني قاره افريقيا او سعودية او اي بلد عربي بشكل عام مو مذكور بنوب. فمشان هيك الوقت تقريبي هاد شي 5 أو 6 بتوقيت مصر. خلينا نحكي على شغلات تانية اهم من الوقت. هلا بدنا نحكي عن حجم اللعبة. حجم اللعبة يا جماعة اللي بيملك اللعبة المودرن وورفير كول اوف ديوتي، يعني اللي بيملك هاي اللعبة رح تنزل عنده هذا المود او رح ينزل عنده تحديث بحجم 20 جيجا، وبصير عندك هذا المود مجاني للعب. طبعا للناس اللي شاري اللعبه مو الكراك، لانه اكيد يمكن ناس تقول انه انا جايبه كراك مثلا، ما لا ما بيصير، لازم تكون اللعبه الاساسيه مو الكراك. في شغله ثانيه اللي هي اذا انت مالك منزل لعبه بنوب وما عندك اياها بنوب للعبه من الاساس، فهذا الشيء بيتطلب منك انك انت يكون عندك مساحه فاضيه 175 جيجا. هذا اللي انا عرفته، بس هذا التحديث او هذا الشيء المنفصل اللي هي الوور زون كل حجمه من 80 ل 100 جيجا، بس هو مكتوب بالمواصفات تبع اللعبه هي ظاهره امامكم بالشاشه انه المطلوب 175 تكون مساحه فاضيه. فانا هي مالي متاكد منها، يعني ما عاد شفت، انا ما عاد عرفت المعلومات منين بدي صدقها، اخذ المعلومات اللي بالموقع ولا المعلومات تبع متطلبات التشغيل. فبس انا بتوقع انه اللعبه رح يكون حجمها 80 جيجا ل 100 جيجا، المود تبع الوور زون رح يكون هيك حجمه من 80 ل 100. نحكي شوي عن الجيم بلاي. الجيم بلاي تبع اللعبه اللي هو عباره عن 150 شخص بينزلوا بماب كبيره جدا مثل مظاهره امامكم بالصوره. ماب هي فيها كذا شغله وكذا سياسه لعب رح يكون بهاللعبه. اول سياسه لعب معنا اللي هي مثل ما حكينا 150 لاعب، والفرق طبعا مثل ما متعودين كل العاب الباتل رويال سكواد او دو او سولو، بس ما بنعرف اذا نزلوا شيء مميز بهي اللعبه هلا مثل ايبكس مثلا اللي هو الثلاثه بس، ما في غير الثلاثه، فما بنعرف اذا هن نزلوا شيء مميز ولا لا. الشيء الثاني اللي معنا اللي هو مثل اي باتل رويال، بتنزل بتاخذ لوت سلاح وبتفتح وهيك، بس فيها شغله اضافيه اللي هي تجميع المصاري اثناء اللعب. بتجمع مصاري اثناء اللعب وانت بتروح بتفتح فيها سندي او بتفتح فيها اشياء بتعطيك اسلحه وشغلات بتعمل لك ابديت للاسلحه تبعك او تحديث لها. فهي نقطة جديدة انه بيعملوا انك انت بتجمع مصاري. يلي بيلعب لعبة كونتر سترايك سي اس جو من على ستيم بيعرف انا شو عم بحكي بمود البطل رويال فيها، مود البطل رويال فيها للسي اس جو نفس الموضوع، بتروح بتجمع مصاري مثل شدات هيك صغيرة مثل انه رزمات دولارات، وبتروح بتفتح فيها ابواب بتفتح فيها سندي وهيك. فانا بتوقع هذا الشيء رح ينزل نفس الموضوع بلعبة كول اوف ديوتي الوور زون. والشيء الثاني اللي معنا اللي هو النوك او النوك داون. لما انت تكون عم تلعب مع السكواد تبعك وتنزل نوك، رح تنزل نوك طبيعي مثل ببجي مثل فورتنايت مثل ايبكس مثل كل شيء بتنزل نوك، بس بعد ما تنزل نوك او تنبطح يعني بالمعنى العامي رح يفنشوك. هذا شيء طبيعي انه هن كلاب اللوت اللي احنا بنعرفهم بكل الالعاب، بده يجي طبعا ويطقك يفنش وياخذ اللوت تبعك. بس انت لما تتفنش بلعبه فورتنايت بيطلع لك كرت، بلعبه ببجي خلص تفنشت ما عاد في رجعه غير للجيم الثاني. بس لعبة كول اوف ديوتي وور زون عملت شيء كتير حلو كتير خرافي، انك انت لما تنزل نوك وبعد منها بيجي العدو تبعك بيعمل لك تفنيش او فنش يعني خلص بنهيك، بياخذوك وبيشحطوك على سجن، بجروك على سجن وبينزلوك مبارزه 1v1 انت واحد مثل مظاهر امامكم بالفيديو. بعد ما ينزلوك مبارزه انت واحد 1v1 بتروح لعند هذا الشخص، بتكون حامل سلاح، ما بعرف شو السلاح بس هذا الجيم بلاي اللي قدامكم حامل شوت جان. بتنزل انت وهذا الشخص 1v1 بالسجن، وبيطلع لكم هيك اعلام مثل التريلر حلو انه هن عم ياخذوك ويشدوك ويفوتوك على الزنزانه تبعك او الغرفه تبع السجن، بعدين بحطوك انك انت بقلب مبارزه 1v1، بتروح يا انت بتقتل هذا الشخص يا هو بيقتلك،
لما انت تقتل هذا الشخص تلقائيا بتنزل من الطيارة بباراشوت وبتكمل جيم كأنك لا متت ولا تفنشت ولا صار شيء. شيء خرافي، شيء اول مرة بعرفه، اول شيء بشوفه بهيك العاب باتل رويال. والشيء الثاني المعنى اللي هي انه هاي اللعبة رح تنزل للبي سي ورح تنزل للاكس بوكس ورح تنزل للبلاي ستيشن 4. بس بالنسبة للاحجام تبع الثانية ما بعرف، انا بعرف بس البي سي اللي هي بين 80 جيجا و100 جيجا مثل ما حكيت، ومتطلبات التشغيل خرافية جدا ما رح اقراها لانه هي رح تاخذ وقت. انا حاطط لكم الصورة هون مثل مزار امامكم الصورة بالفيديو، المتطلبات خرافية جدا. بس خلينا نحكي شغلة صغيرة اللي هي اقل شيء لازم يكون عندك جي تي اكس 1650، بس غير هيك ما تكمل مشان ما الناس تشتم او الناس تقول شو هاللعبة البايخة. نحن نتمنى انه تكون لعبة جديدة وحلوة. في شغلة اخيرة احنا خلينا نحكي عليها هلا اللي هي اللعبة اللي هتكون مدعومة للعب بكل المنصات، اللي هي مثلا اذا انت بي سي وخويك اللي هو بلايستيشن 4 مو مشكلة اتس اوكي، كمان بتقدر تلعب معه. هاي الشي شغلة من اول لعبة نزلينا، هاي الشغلة جديدة وحلوة من اول ما بلشت اللعبة عملوها. هي مو جديدة يعني، بس انه شغلة حلوة بالنسبة للعبة جديدة نازلة، يعني هيك قصدي انا، انك تقدر انت تلعب على البي سي وخويك يلعب على الاكس بوكس او يلعب على البلايستيشن 4 اتس اوكي، كله مع بعض بيفوت وبتلعبوا مع بعض. هاي شغلة حلوة بالنسبة للعبة اللي هلا نزلت، واللعبة مجانية للعب كلياتها. وشلون بتنزلوا اللعبة؟ رح لكم شلون تنزلوا اللعبة، تحت بالديسكريبشن تبع الفيديو او بالوصف تبع الفيديو بتلاقوا الرابط، هذا الرابط الخاص بلعبة كول اوف ديوتي الوور زون. كل عليك انك انت بتفوت بكرة لما انت تشوف على الفيسبوك، او انا رح نزل صورة على اليوتيوب، حاول تتابعني لما انا نزل الصورة مثلا انه انا رح نزل انت نزلت وانا اول ما تنزل رح نزلها. فكل عليك انك انت بعد ما تفوت على هذا الرابط تفوت بتلاقي اللعبة انه هي خلص للتنزيل. هلا هي حاليا الموقع ما فيها شيء اسمه تنزيل ولا شيء، ما في غير الاعلان وشوية كلمات عن المود وما مود وهيك اشياء بسيطة. بس بكرة ان شاء الله لما ينزل وقت التنزيل كلياتنا رح نعرف طبعا على الفيسبوك والانستغرام وهيك، الناس كلياتها رح تنطرش مثل ما اليوم انا بالشغل انصرعت، يعني انا انصرعت من كتر ما شفت الصور والناس عم تحكي عليها. وانا بكرة ان شاء الله مالي رايح الشغل، رح اقعد اخذ اجازة ان شاء الله وحاول نزل اللعبة. بس ال100 جيجا هل رح تنزل عندي بساعتين ثلاثة ولا هل حتاخذ يوم ما بعرف. اول ما تنزل رح نزلكم جيم بلاي كامل عن هاي اللعبة وشغلات كل شيء جديدة رح نكتشفها فيها. فبس هذا هو مقطعنا لليوم، بتمنى اذا انت استفدت بمعلومة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو ليوصلك كل جديد. واذا بتلعب فورتنايت يا ريت ما تنساني بكود الايتم شوب اللي هو مستر شرطة هيرو. شكرا على المشاهدة وبرعاية الله. It's four people left. Don't push, don't push. Oh, one in there. Moving over here. Got movement. Yeah, I'm gonna airstrike that corner. Target marked. You're cleared hot. This is Phoenix 3. Good shot. He ran around back. He's behind the original building. Safe zone relocated. Alright, I'm jumping off. I'm gonna get high ground. Do or die. It's all up to you now. Go for the win. Impact. No kill. Oh, Mike! Woo! Oh, what a match, dude. My heart.